صفية كنت عاوزك. خير يا يزيد؟ وأنا راجع من الجامعة قابلت واحدة ست هي وأطفالها الخمسة، من كتر جوعهم لقيتها بتشربوا مية بملح مغلية. فين دول؟ خلينا نجيب لهم أكل ونروح لهم دلوقتي. نروح فين دلوقتي يا صفية؟ الدنيا ليل، بكرة الصبح أنا هعدي عليهم، ما تخافيش. آه بس أنا مش هيجيلي نوم لو هما جعانين. لو كده يبقى يلا بينا. يلا يلا يا يزيد. يلا. دراعي وجعني، محتاج ارتاح شوية. خلينا نوصل لست الأول. يلا بسرعة بسرعة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.